ضيفنا لليوم هو نائب موضه وخبير موضه ايضا وصانع محتوى من لبنان. بنرحب بإلي حنا. إلي اهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير روني، ومساء الخير لكل المشاهدين. اهلا وسهلا إلي. رح بلش دغري معك بالحديث لانه عندنا كثير قصص نحكيها صراحه. بالبدايه حاطط على يمكن البايو على انستغرام واكثر من السوشيال ميديا انه انت اول ناقد موضه بالعالم العربي من العام 2014. أول شيء خبرني شو تغير بطبيعة عملك من وقتها لهلأ، وبكل صراحة هل كنت بتتوقع توصل للي وصلت له اليوم من حيث المتابعين والتفاعل الكبير والمواضيع اللي رح نجي نحكي عنها اليوم بحلقتنا؟ هلا بصراحة أكيد في قصص تغيرت كتير، لأنه الواحد أي شغلة ببلشها جديد بتكون هيك، يعني مش أبدا جد ببلشها للتسلية، فبس يلاقي حاله أنه عم بتبين الشغلة عم توصل أكثر عم تكبر أكثر، بصير انه لا هيدي القصه الهيئه جديه، لازم انا شوي هون عد للعشره قبل ما اعمل اي شغله. فاكيد تغير كثير اشياء من وقتها لهلا، يمكن من وقتها لهلا صار على القليله في ناس بيعرفوني غير اهلي واصحابي، يعني بس على القليله. فايه في كثير قصص بتتغير، وكل كلمه بتكتبها يعني الناس مراقبينك، الناس واي حدا، يعني اي بوست ايام بكتبه بلاقيه عمل له سكرين شوتات ونزل تويتر ونزل ما بعرف وين. فصرت انه لا انا هون عم بدل العشره وشوي عم بركز على الموضوع اكثر. طيب إلي بكل صراحه خبرني كيف الشخص ممكن يصير خبير موضه او ناقد موضه؟ يعني هل هي عباره عن دراسه، عن خبره، عن ممارسه؟ خبرني اكثر. بتعرف بظن يعني لازم يكون في شغلتين تيمشي الحال، يعني مثلا دراسه مع ممارسه بيعطوك خبره. اوكي. ودراسة مع خبرة يجوا كمان هول كلهم وقت الممارسة. اوكي. وخبرة مع ممارسة كمان كتير منيح، فإذا اثنين انوجدوا باكج بيكون تمام، يعني ما في أي باكج هي حتكون. هلا أنا عندي يعني الخبرة 9 سنين، يعني أنا اليوم صار لي تقريبا 9 سنين مثل ما قلنا، ومنزل أكثر من 15,000 بوست على الصفحة، يعني 15,000 انتقاد. فالواحد اعتبر من كل بوست أو انتقاد تعلمت أو استفدت بشغلة، ففي 15,000 شغلة يمكن استفدت منها بهالفترة. أكيد. طيب إلي، اللي بيشوف البوستات اللي حضرتك ناشرها أو الفيديوز كمان على اليوتيوب بيلاحظ إنه في نوع يعني من النقد، ولكن في مثل بقول هيدي الشعرة البسيطة والرفيعة بين النقد وبين التجريح. خبرني أنت وعم بتحضر لبوست معين أداة بتركز إنه ما يكون في تجريح بالنقد يلي بتقدمه؟ بتعرف شو بهمني كثير؟ انه عن جد ما اتخطى الحدود، يعني ما بنطر حدا يحط لي حدود يقول لي وقف عندك او لا. لا انا بحط الحدود لحالي مشان ما وصل لموقف اتضايق او انزعج او ضايق حدا او هيك. واكبر دليل اني قدرت انجح اني ما جرح انه من وقتها لليوم انا ولا مره لحد هلا رفع علي دعوه. عرفت في كثير ناس يمكن على السوشيال ميديا بيعتبروا حالهم عم بينتقدوا، بس تلاقيهم دعوه ورا دعوه دعوه ورا دعوه لانه ما بحط حدود لحال. انا الحمد لله لحد اليوم ما واجهت هالمشاكل الكبيره مع حدا. اكيد في ناس بتزغر عقل شوي هيك بصير في مشاكل شخصيه اكثر ما هي هيك، بس بشكل عام لا حاطط انا الليميت، فبجرب قد ما في اني ما اتخطاها كرمال حالي قبل كرمالهم، لانه كمان كرمال صورتي وكرمال احتراما لحالي ولمتابعيني، فبحط هيدا الليميت من الاول. اكيد. رح نرجع نحكي عن تحضيرك للمواد يلي بتقدمها وللفيديوز يلي بتقدمها، ولكن قبل خبرني شوي عن المتابعين، عن الفانز. هل دائما بيوافقوك الرأي، أو كمان يمكن مثل ما هو متعارف عليه يمكن على السوشيال ميديا ممنوع تقرب على نجماتهم المفضلين أو المفضلات؟ هلا في فئة الناس الطبيعية وفي فئة الناس اللي هني الفانز، كتير فانز يلي دغري بينسألوا لما نحكي أي شيء. إيه أجرسف كتير لما أحكي أي شيء عن النجم النجمة تبعهم. صراحة ما دائما بنطر انه يوافقوني الرأي، كرمال هيك انا لما اكتب اي بوست بسألهم اخر شيء انه شو رأيكم، ما ضروري يكونوا على طول يوافقوني، بنطر انا بقرا كل التعليقات ان كانوا مع ان كانوا ضد، يعني مش ضروري نكون عن جد انا وياهم نفس الرأي او يوافقوني. هلا الفانز اللي كثير منفعلين صراحة ما كثير باخذ الرأي اللي بيكتبوه بعين الاعتبار، لانه منه رأي موضوعي من قبلهم، يكون هيك عم بيعلقوا مع مشاعرهم وهيك. اكيد. طب ايه ما بنطر كثير انه متفقين دائما. طيب اليوم يعني معروف انه الموضه واللبس وكل ما يحاط حواليهم بيعتمد بشكل كثير كبير على الذوق، يعني قد ايه الامر بياثر على مضمونك كمان، لانه بكل بساطه خلينا نكون موضوعيين انه الشيء اللي بيعجبك يمكن ما يعجبني او ما يعجب كثار، والعكس صحيح. أكيد. كمان. طب هون كيف بيصير الشغل؟ اكيد انا صراحه لما بنتقد اي اطلاله على طول انا
تكون كثير سبيسيفيك، يعني عندي ستراكشر بمشي فيها. يعني اول شيء بدي احكي عن القصص انه هيدا مناسب منه مناسب على اساس شكل الجسم، على اساس لون البشره، اشوف اذا هو ضابط على الايفنت او لا، اذا على الدرس. يعني بحكي اول شيء القصص اللي هي البيسكس الاساسيه، بشوف اذا ضابط هيدا اللوك عليهم او لا، بعدين بنتقل للوك من برا بشكل جنرال. يعني بقسم وبفصل النقد بشكل انه يكون معظمه هو على قصص اساسيه، واكيد بالنهايه ولا ممكن انه ما ادخل ذوقي او رايي الشخصي بالموضوع وتبعت العلامه. فايه في اكيد جزء من هذا الموضوع، هيدي اللي ممكن نختلف عليها انا والمتابعين، انه لانه كل حدا عنده ذوق معين حسب المطرح اللي موجود فيه، حسب هو كيف تعود على اي ذوق وعينه على شو تعودت. فاكيد بده الذوق يلعب دوره. اوكي، هون بس خليني اقول شغله لي، انه بلشنا نحكي كثير عن الشباب كمان، لانه يعني اليوم صفحتك كمان الشباب صح. النجوم عندهم مساحه كبيره بالمضمون يلي حضرتك عم بتقدمه، هل هيدا الشيء بخليك تتطور اكثر تتوسع اكثر؟ هلا بتعرف شو المحتوى يلي بخص الشباب ما كثير له مثل تفاعل مثل المحتوى يلي بخص النساء، لانه اساسا هيك صفحات معظم متابعينا من النساء. هلا في شويه شباب اكيد، بس انا بدي اياها تكون اوسع، يعني بدي توصل للكل، لانه مثل ما النساء لهم الحق ولازم يطلوا باطلالات حلوه، كمان الرجال لازم يكونوا عم يطلوا باطلالات حلوه، ولازم يكون في يعني انا من خلال النقد مش بس انه عم بنتقد وعم بضوي على الغلط وعم فرجيهم كيف بنصحح هيدا الغلط. فمثل ما بيقولوا يعني عم انتقد وفرجي الغلط وصحح الغلط وعلمهم كيف يصححوه اذا وقعوا فيه بيوم من الايام. فلازم للاثنين، للرجال وللنساء نكون عم نضوي عنهم. هل في فنانه او نجمه معينه بتنطرها؟ يعني بتنطرها بشكل اساسي، بتنطر حفلاتها، مناسبات بتشارك فيها، لانه عارفها انها حتكون ماده دسمه لإلك على السوشيال ميديا؟ بتعرف شو روني؟ هلا يعني ما في حدا انه انا بنطر يعني بشغف هيك، لا، بس في حدا بنطر كون واثق منها، واثق انه حيكون في شيء. لا مش واثق انه حيكون شيء حلو، بس مايا دياب مثلا بصير انطر تشوف انه اليوم شو الحركه المجنونه يلي رح تعملها مايا، بغض النظر انه انا ما بحب معظم اطلالاتها، بس بيلفتني وبيعجبني انها جريئه صح. تطلع اوت اوف ذا بوكس، وهيدي اهم نقطه، انه منا انه يلا عم تاخذ الشغله وتسقط عليها كيف ما كان، لا عم بتفكر قبل ما تلبس، وهيدا يعني مثل ما بنحييها. مين في نجمات ثانيين كمان يعني مش هقول بتنطرهم، ولكن دائما بتتوقع منهم قصص حلوه وفعلا يعني ما بيكسبوك وبقدموا قصص حلوه وبيلبسوا قصص حلوه؟ بتعرف ما في اسم معين، لانه كل ما يكون في اسم براسي بيجي مره بيخيبوا لي املي. اوكي، ايه فبقول شو بدي بهالشغله. طب ليه الي سؤال بس قبل ما نختم، قد ايه موضوع صداقاتك مع الفنانات او النجمات، يعني عم نحكي فنانات بكل المجالات، يعني بيلعب دور او بياثر بشكل يمكن مباشر على نقدك على رايك، لانه بتقول انه هيدي صديقتي او رفيقتي ما بدي اجرحها او ما بدي احكي شيء، يمكن بتقول لها برايفت لها، ولكن ما بتعرضه على السوشيال ميديا، بتصير معك؟ بتعرف انا بالبدايه اصلا ما كان عندي اصدقاء بالمجال، لانه اول ما فتحت هذه الصفحه هلا كله صار بده يكون اصدقاء معك. صرت مثل عدوهم كلهم، لان اجى واحد ما بنعرف من وين جاي بده ينتقدنا وصريح، وكان شيء جديد بوقتها، يعني من اول ما بلشت انا. بعدين مع الوقت ثلاث ارباعهم عملوا بلوكيت شالوهم لحالهم، فصاروا انه تقبلوا الموضوع وتقبلوني اكثر. في ناس يمكن صار في علاقه شوي مقربه اكثر، في ناس لا ضليت هيك من بعيد لبعيد. بس هلا حاليا ما في صداقات، لانه الصداقات منا مريحه كثير بالوسط، يعني بشكل عام وبلس بيصيروا بدهم يتدخلوا بكل شغله ويعطوا رايهم، ونزل وما تنزل عني واحكي وما تحكي، وانا هذا الشيء يعني عندي خط احمر مش ما انا حاط خطوط حمر بالنسبه لهم، هذا خط احمر كمان بالنسبه لي، ممنوع يتدخلوا بشغلي. فمثل ما بيقولوا خليت كل العلاقات رسميه كرمال لا وجع راسي ولا وجع راسي. طب الي ب 10 ثواني 20 ثانيه خبرنا شو طالع تعمل بالاردن بشهر 4 صح؟ امبارح حطيت البوست، قال بدي اسالك عن الموضوع. 100% ب 28/4 رايح على الاردن في ايفنت كبير رح يصير لاول مره بالاردن، بيجمع بين الموضه واللايف ستايل وكل هالقصص، رح يكون في مثل ماستر كلاسز مع خبراء من كل الدول العربيه وكمان عروض ازياء. فانا رح اكون عم بعطي مثل ماستر كلاس عن الستايلينج والبيرسونال ستايلينج، وشارك الناس كل شيء خبرات ومعلومات اكتسبتها بكل هالفتره، وساعدهم انه يمكن تكون اطلالتهم اقرب شيء للعشرة على 10. اكيد هيدي من الاخر. خليني اقول انه كل التفاصيل موجوده بصفحتك على انستغرام فاشن بوليس الي حنا، ممكن تاخذوا تفاصيل عن الحدث وعن اكيد الكونتنت يلي كنا كل الوقت عم نحكي عنه. الي اول شيء بدي لك يعطيك الف عافيه، وعن جد بالتوفيق بكل شيء عم تعمله، وان شاء الله دائما هيك بضلك مثابر ونشيط كمان مثل ما قلنا على السوشيال ميديا. شكرا مره جديده ويعطيك الف عافيه. ثانك يو كلك سو.